شهدت عدد من شوارع العاصمة انتشارا أمنيا تزامنا مع حملة إنقاذ التي انطلقت من إحدى شوارع العاصمة اليمنية صنعاء الداعية لإسقاط الحكومة، حيث منعت من قبل رجال الأمن من الدخول إلى الباحة الخارجية من مقر الحكومة. الساحة ممنوع، ممنوع، ما حد يدخلها هذه الساحة. رجال الأمن انتشروا في مختلف الطرقات والشوارع الرئيسة والمداخل المؤدية إلى مقر الحكومة تحسبا لأي أعمال فوضى، مؤكدين حق الشباب في التظاهر والتعبير عن آرائهم وفق النظام والقانون. يلتزموا بالنظام والقانون وأن يحافظوا على سلمية هذه المظاهرة وأن لا يعتدوا على المصالح العامة والخاصة وأن يكونوا قدوة لأي مسيرة قادمة وأن يعبروا بآرائهم بسلمية وحضارية، يعني يكونوا حضاريين يعني في التعبير. إجراءات أمنية كهذه لم تتخذ في أيام حالكة مرت بها العاصمة صنعاء، حتى مع تلك الاغتيالات المتكررة والتفجيرات التي هزت أركان الدولة بما فيها وزارة الدفاع أو ما يعرف بأحداث العرض. ذلك ما يعكس خشية الحكومة ووزرائها من الشعب على مناصبهم وكراسيهم أكثر من خشيتهم على الشعب. فئات مختلفة خرجت هنا في العاصمة صنعاء ومنها المرأة للتعبير عن غضبها واستنكارها لأداء الحكومة التي وصفتها بالفاشلة نتيجة حالة الانفلات الأمني وتردي الوضع المعيشي في مختلف أنحاء البلاد. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.